كانت نظرته أبعد من ذلك، ما حملك يا حاطب على ذلك؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن كل أصحابك، يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم من يعين من كان قريبا لهم في مكة، ويقول أنا لا يد لي هناك وأخشى على أهلي ومالي. هناك أقسام للموالاة، وهو التولي، والتولي كما جاء في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا له مقصود واضح وبين وظاهر في هذه المسألة، وهو التولي، وهي محبة أهل الشرك وأن يظهر الشرك على الإسلام. هذا ما يتعلق بالتولي، ماذا؟ أن يحب أهل الشرك ويحب الشرك ويحب أن يظهر الشرك على الإسلام، هذا لا شك بالإجماع أنه كفر مخرج من الملة. أيضا هناك موالاة ومحبة للمشركين من أجل الدنيا أو من أجل مصالح، وهذه المحبة أحيانا إذا كان فيها أمر يترتب بمضرة على المسلمين فنقول أن هذه محرمة لا تجوز. وجاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ما معنى هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآية تبين أن الخطاب موجه لمن؟ لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، وصفهم بالإيمان مع أنهم حصل منهم ولاية لغير أهل الإسلام، فخاطبهم بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فناداهم بالإيمان وقد حصل منهم المودة. في مثال على ذلك قصة حاطب رضي الله عنه، وهي تنطبق على هذا الحال. حاطب رضي الله عنه ذهب لكي يخبر المشركين بأن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يغزوهم، ولا شك أن مثل هذا العمل هو خيانة عظمى، خيانة بأن يفشي سر لأهل الإسلام ويكون فيه مضرة. فلما ذهب وعرف حاله وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا حاطب ما حملك على هذا؟ استدل بعض العلم أنه أحيانا إذا ظهر من الشخص الإيمان والصلاح، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه شهد بدر، فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن سأله ما حملك يا حاطب على ذلك. عمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأن ظاهر الفعل فيه نفاق، كيف يفشي سر من أسرار المسلمين وخاصة في أمر يتعلق بالحرب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كانت نظرته أبعد من ذلك، ما حملك يا حاطب على ذلك؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن كل أصحابك، يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم من يعين من كان قريبا لهم في مكة، ويقول أنا لا يد لي هناك وأخشى على أهلي ومالي، فأراد أن يذهب ويخبرهم لكي يكون له يد حتى لا يتسلط على أهله ولا على ماله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول له إلا خيرا. وأيضا جاء في رواية قال فاتركوه فإنه صادق فقد صدق. هذه القصة فيها فعل من حاطب رضي الله عنه، وهي تدل على ما تتعلق به هذه المسألة المهمة، وهي ما تتعلق بالموالاة. فهنا كان ذهاب حاطب من أجل أمر ماذا؟ دنيوي، ولم يكن ارتد رضي الله عنه أو أنه أراد ظهور الكفر على الإسلام، وإنما كان منه فقط أنه أراد أمر دنيوي، لكن هذا الأمر لم يكن مترتب على الأمر الدنيوي فقط، بل إنه تعدى على ضرر على المسلمين. ولذلك يتفرع الآن مسألة ثالثة وهي متعلقة بالمبالاة، وهي المحبة الطبيعية، وهي ما يتعلق بالوالدين والوالد لولده، فهذه المحبة هي محبة طبيعية. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أمر بالإحسان للوالدين قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنهما أشرك بالله سبحانه وتعالى. كذلك ما يتعلق أحيانا المحبة الطبيعية تكون بين
الوالد وولده والولد ووالده، وأيضا الرجل وإخوته وأعمامه وأقاربه، وأيضا أحيانا تصل إلى القبيلة. فهو ربما يكون هناك محبة تتعلق بهدايتهم وبالإحسان إليهم من أجل الهداية ومن أجل أن يسمعوا منه الدعوة ويستجيبوا له. فهذه لا تدخل في هذا الباب، ولكنها محدودة بالأمر الطبيعي. ولذلك إذا كان أحد الوالدين مشرك فإنه يتعامل معهما بالإحسان، وأن يصاحبهما في هذه الدنيا ويحسن إليهم، فهذا هو المطلوب. فهذه محبة طبيعية ليست متعلقة بمسألة الموالاة للكفار والمشركين، لكن أنت تكره ما يقومون به من أفعال من الشرك، وهذه داخلية تكون داخل المرء في قلبه، وهو الأمر الذي يكون فيه الميزان ما يتعلق بالولاء والبراء. أقصد المعاملة، وهناك أمر طبيعي داخل وهو متعلق بالقلب، وهو الكره. لماذا؟ لعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى وتوجيه العبادة لغير الله تعالى. ولكن المحبة الطبيعية بالإحسان إليهما فهذا أمر خلاف ما نذكره فيما يتعلق بالموالاة. هناك أيضا مصالح أحيانا بين المسلمين وبين الكفار فيما يتعلق بالموالاة، ولذلك هذه المصالح لا تمنع أن يكون هناك عقود، ويكون هناك أيضا بعض المصالح التي يحتاجها الناس فيما يتعلق بأمور دنياهم، وهذا ليس له علاقة فيما يتعلق بالبغض المتعلق بهذه العبادة والشرك بالله سبحانه وتعالى.